طيب الله اوقاتكم احبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه. موعدنا يتجدد عبر الشرقيه على الهواء مباشره، ناخذكم الى اهم المتابعات الرياضيه واللي راح نبداها من التكريم الكبير الذي يليق بابطال القاره الاسيويه والذي اقيم في بغداد لمنتخب العراق ببناء الاجسام بمناسبه حصوله على لقب الالعاب الاسيويه، اذ حضر رئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه الكابتن رعد حمودي حفلة تكريم أبطال المنتخب الوطني لبناء الأجسام الفائز ببطولة آسيا والتي أقيمت مؤخرا في بيروت. التكريم شهد أيضا لعوائل الراحلين من الصحفيين اللي استشهدوا نتيجة فيروس كورونا، وهم الأساتذة الراحلين سعدون جواد وعادل العتابي وطه قمر وزياد طارق وخليل الجنابي وشاكر العبادي، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصحافة. وأثنى الكابتن رعد حمودي على هذه المبادرة الرائعة من خلال تكريم منتخب بناء الأجسام الذي تسيد القارة الآسيوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأولمبية الوطنية لن تحيد أبدا عن ممارسة دورها الحقيقي في دعم الرياضة العراقية. طبعا مبادرة رائعة، وتحية للكابتن رعد حمودي على حضوره ودعمه لكافة الاتحادات الرياضية، ونجدد تبريكنا وتهانينا إلى أبطال العراق من أبناء اتحاد بناء الأجسام اللي تسيد لقب البطولة الآسيوية اللي أقيمت في بيروت واللي جاب لنا أوسمة كثيرة وكبيرة، واستطاع أبطالنا من يعني لفت أنظار كل العالم. البناء الأجسام العراقية تعود من جديد، وأيضا طبعا نبارك لجهود السيد فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام على دعمه، وأيضا لزيونة جروب الداعمة دائما لاتحاد بناء الأجسام في الوقت اللي نستغرب فيه إلى الآن صمت وزارة الشباب لهذا الإنجاز الكبير اللي تحقق على المستوى الآسيوي، واللي من خلاله لم يتم تكريم اللاعبين أو تخصيص مبالغ أو ما أعرف شنو السبب. نذهب إلى بطولة غرب آسيا سادتي الأحبة، واللي حقق فيها المنتخب اليمني الشقيق مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تغلب على أصحاب الأرض الفريق العراقي بهدف نظيف في مباريات بطولة غرب آسيا للشباب والمقامة في البصرة وأربيل. الهدف اليمني حمل إمضاء حمزة محروس في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ضمن منافسات غرب آسيا للشباب، ويعد الهدف هو الأول لمنتخب اليمن في البطولة، كما يعد الأول في مرمى منتخب شباب العراق. وكان منتخب شباب العراق قد حقق فوزين في المنافسات، الأول كان على الكويت بثلاثة أهداف وعلى البحرين بأربعة أهداف. بهذه النتيجة فقد العراق الصدارة لصالح الكويت اللي جمع 7 نقاط. طبعا نبارك الفوز للأشقاء اليمنيين، ونقول حظ أوفر لمنتخب شباب العراق اللي للأسف الشديد يعني ما ظهر بالمستوى اللي كنا نطمح له. خسارة غير متوقعة، كنا ذاهبين بالعلامة الكاملة 9 نقاط، لكن الأداء المبهم واللي من خلاله نحتاج أن نعيد حساباتنا. وأتمنى أمنية أن تكون هذه الكبوة هي كبوة جواد أصيل، وأتمنى أيضا أنه إحنا لا نبالغ بالدعم الإعلامي على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج، واللاعب الشاب الآن من يحس أنه هو فلتة زمانه ما راح يؤدي بعد. لذلك أتمنى من الزملاء وأتمنى من الجميع أنه إحنا نكون منطقيين في دعمهم في كلمات الثناء، لأنه النفخ الزايد راح ينفجر، وهذا أكبر دليل. بعد أن قدمنا مستويين كبيرين أمام الكويت والبحرين رجعنا وخسرنا مباراة أمام الفريق اليمني، هذا مو معناه أنه المنتخب اليمني منتخب غير جيد، بالعكس منتخب كبير يستحق الاحترام. لذلك أمنا كبير بعماد محمد وبكتيبته الشابة أن يعودون إلى سكة الانتصارات. سادتي الأحبة، في مباراة العراق واليمن في البصرة الجماهير العراقية التواقة
لحضور مدرجات الملاعب ضربت أروع الأمثلة وبعثت برسالة إلى من يهمه الأمر من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي وإلى وزارة الشباب. حضور 58,000 متفرج غصت بهم مدرجات مدينة البصرة الرياضية كانت رسالة واضحة إلى أنه هذا الجمهور يتنفس كرة قدم وهذا الجمهور يعشق كرة القدم. لذلك هذه الدعوة خالصة إلى أنه البصرة الفيحاء التي تعم بالأمن والأمان بفضل قواتنا المسلحة وبفضل رجال الأمن وبفضل كل الخيرين أوصلوا هذه الرسالة في مباراة لمنتخبات الشباب. تصوروا يعني الفئة 2 منتخب الشباب يلعب في البصرة والحضور الجماهيري يصل إلى أكثر من 58,000 متفرج، معناها أنه الفريق الأول لو لعب فأعتقد كان الجماهير جاءت ضعف هذا العدد. وبذلك أتمنى من كل المعنين أن نستثمر هذا الحضور الجماهيري ونجاح بطولة غرب آسيا للشباب بهذا الكم من الجماهير، أنه هذه ورقة الراهن عليها، ورقة الضغط على الاتحاد الدولي على الاتحاد الآسيوي، نريد راعي الإصلاح، خلي يلتفت إلى هذا الجمهور وخلي يوصل بهاي الفيديوهات ويقولهم يا بتر العراق بخير، البصرة بخير، الكربلة بخير، أربيل بخير، وحتى بغدادنا بغداد الحب والسلام بخير. لذلك لا يمكن أن نتغافل هذا الحضور الجماهيري في الوقت اللي أكو دول كثيرة تستجدي الحضور الجماهيري. نشوف بمختلف الأعمار سيدات رجال شابات شباب شيوخ، الله يحفظهم إن شاء الله. هاي الرسالة اللي يردون يوصلوها أبناء العراق، الجمهور العراقي الكريم، إلى من يهمه الأمر ويقولوا له إحنا على استعداد لنجاح أكبر تظاهرة تصير في العراق وفي التحديد في ملعب البصرة أو في ملعب أربيل. تحية إلى هذا الجمهور العزيز الجمهور الكريم، تحية إلى كل من ساهم بنجاح هذه المباريات وهذا الحضور الجماهيري وتعامل بأناقة، لله الحمد حضور جماهيري غفير وما شهدنا أي مشكلة، وهذا أكبر دليل على أننا نستطيع أن ننظم أكبر مباراة. وأعتقد إحنا فيما مضى نظمنا بطولة الصداقة ونظمنا مباريات كثيرة وحضروا دول شقيقة وعزيزة، يمكن حضور المنتخب السعودي الشقيق إلى أرض البصرة واللي الملعب كان عن بكرة أبي حاضر وما سجلنا أي مخالفة. لذلك ما أعرف ليش هالتقصير، وأعتقد هذا التقصير واضح عند وزارة الشباب وعند رئيس اتحاد الكرة، لأنه الجمهور العراقي يريد يدعم منتخب العراق في الملاعب المفترضة، الاتحاد العراقي ما يقبل ومشرف الفريق يقول ما يقبل، يقول خاب يصير اعتداء وما أعرف إيش، وكأنه يتصرف كأنه المنتخب صرف تابع إليه أو طابه ماله ويحرم الجماهير من متابعة هو هذه الفوضوية والعشوائية. أيضا نبقى في أجواء غرب آسيا سادتي الأكارم، المنتخب الفلسطيني تعرض إلى خسارة أمام الفريق الكويتي في المباراة اللي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة، إذ سقط المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الكويتي ضمن بطولة غرب آسيا للشباب بهدفين لهدف ليتصدر الكويت المجموعة الأولى مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط وبقي فلسطين الرابع ب3 نقاط. تقدم الكويت بهدف اللاعب سيد يوسف في الدقيقة 30، ثم عادل المنتخب الفلسطيني النتيجة بهدف عن طريق خالد النبريس في الدقيقة 52، وسجل صالح البناي هدف الانتصار للكويت في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة.
مبروك لكل الأشقاء تحقيق إنجازاتهم، حظ أوفر للي ما حقق نتيجة، ونأمل من منتخب الشباب العراقي أن يعود إلى سكة الانتصارات. إلى دوري الكرة الممتاز اللي شهد خلال الأيام القليلة الماضية مباريات كبيرة ونتائج كبيرة، إذ قسى فريق الطلبة على فريق القوة الجوية في مباراة جرت على ملعب التاج بثلاثية كبيرة وبحضور جماهيري غصت به مدرجات ملعب التاجي، إذ حقق فريق الطلبة تحت قيادة المدرب الشاب قحطان شثير فوزا على القوة الجوية في مباراة الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. أقيمت المباراة على ملعب التاجي وسجل فريق الطلبة هدفه الأول في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق المحترف أديرسيا نانينج، وفي الدقيقة الثانية والأربعين عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني للطلاب، لينتهي اللقاء أو ينتهي الشوط الأول بتقدم الطلاب بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني أضاف الطلبة هدفه الثالث عن طريق المتألق وقاع رمضان في الدقيقة 84 من زمن اللقاء وسط انسحاب جماهير القوة الجوية واستغراب عشاق الفريق الأزرق لهذه الخسارة القاسية لفريق القوة الجوية على يد الطلاب. وفي مباراة أخرى ضيف سامراء لأول مرة مباريات فريقه على ملعبه مع نادي الشرطة بعد 10 مباريات تجولها في ملاعب العراق، وذلك بعد موافقة لجنة التراخيص. هذه المباراة انتهت بفوز المستحق للقيثارة ب3 أهداف دون رد. الشوط الأول شهد تقدم الشرطة بهدف سجله على عبد الزهرة، وفي الشوط الثاني سجل محمد داود وعبد المجيد بابكر أهداف الشرطة لينتهي اللقاء بخسارة قاسية لفريق سامراء. وفي مباراة أخرى حقق الزوراء فوزا ثمينا على الكرخ بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 11، تسجل الهواري طويل هدف الزوراء الأول فيما عادل عماد محسن نتيجة للكرخ، وسجل عباس قاسم هدف الفوز للزوراء في الشوط الثاني. بهذا الفوز قطف الزوراء المركز الثاني من الشرطة برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط، فيما تجمد الكرخ عند النقطة 7 ليحتل المركز 16. إذن مبروك للشرطة والزوراء وأيضا لفريق الطلبة، هذه النتائج حظ أوفر للفرق اللي تعرضت إلى هذه الخسارات، وهذا هو دوري الكرة، كلما شاهدنا ندية وإثارة سنخرج بمنتخب قوي. حان الآن فقرة ريم اليوسف لتطلعنا على أهم الأخبار الرياضية العالمية، وستأخذنا إلى أهم التعليقات اللي تتحدث عن السؤال اللي عرضناه عبر منصة الشوط الثالث والخاص بمدى رأي الجمهور العراقي بميتروفيتش في قيادة الفريق العراقي خلال بطولة كأس العرب. هذه هي الانتقالة لك يا ريم، ومرحبا بيك، يا ريت نتعرف على أهم الأخبار. مرحبا محمد، ومرحبا بكل مشاهدي برنامج الشوط الثالث في هذه النشرة السريعة في عالم الرياضة الخاصة ببرنامج الشوط الثالث، والبداية من التنس، حيث تعرضت آمال نجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش في التتويج بلقبه الثاني في بطولة كأس ديفيز لضربة قوية بعد خسارة منتخب بلاده أمام ألمانيا في المجموعة الثانية للبطولة، ومنح ديكوفيتش التعادل لصربيا وسط مدرجات خالية بفوزه على يان ليناردشتريف، وتصدرت كازاخستان المجموعة الثانية بالفوز على السويد بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الذي فازت فيه استراليا على المجر بهدفين مقابل لا شيء في المجموعة الرابعة.
شهدت مباراة بينفيكا وبينسيش بالجولة 12 من الدوري البرتغالي واقعة غريبة على الملاعب الأوروبية، وكان فريق بينسيش تعرض ل 17 إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه قبل ساعات فقط من المباراة، ليفشل في بدء المواجهة بأحد عشر لاعباً في التشكيلة الأساسية. وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث رفض الاتحاد البرتغالي تأجيل المباراة ليخوض بينسيش المواجهة بتسعة لاعبين فقط، واعتمد على حارسه الاحتياطي كمدافع. سقط لوس أنجلوس ليكرز على أرضه بعد التمديد ثلاث مرات أمام ساكرامنتو في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما عادل فينيكس سينز ثاني أطول سلسلة في تاريخه بفوزه 15 توالياً. وشهدت منافسة ملعب ستيبلز سنتر منافسة نارية في ظل التعادل المطلق في أول ربعين، وهذه المرة الثانية في مباراتين يخوض ليكرز وقتاً إضافياً بعد فوزه على أنديانا، فاستقر في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية. توج البريطاني لويس هاميلتون بالنسخة الأولى من الجائزة الكبرى المرحلة العشرين لبطولة العام أو العالم في سباق الفورمولا 1، حيث توج على حلبة لويس الدولية وتقدم بطل العالم سبع مرات على متصدر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي انطلق سابعا خلال الفترة الثالثة للتجارب الرسمية، ونجح في نهاية السباق بانتزاع نقطة أسرع لفة ليضيفها إلى رصيده. والآن مشاهدين وصلنا إلى تعليقاتكم اللي راح نقراها اليوم ونتابعها، اللي هي تتزامن مع استقالة أدفوكات لأسباب مجهولة وغير مفهومة، وتسمية مدرب يقود المنتخب العراقي للمرة الأولى في منافسات بطولة كأس العرب. موضوعنا اللي ننتظر تعليقاتكم المهمة حوله هو كيف تنظر لبتروفيتش مدرب للمنتخب في كأس العرب. تعالوا حتى نتعرف على أهم تعليقاتكم حول هذا الموضوع. خلينا نشوف أول بوست على منصة فيسبوك من محمد سالم. محمد سالم يقول: إذا أراد الفوز في البطولة عليه اللعب بأسلوب كاتانيتش، لأن إمكانية لاعبين محدودة ولازم يتفهم الوضع. ننتقل من محمد سالم إلى عمر الدهان. عمر الدهان غرد على منصة تويتر وقال: هي مطبوخة بيناتهم، حتى إذا ما قدم المنتخب نتيجة إيجابية يطلعون حجتهم بأن المدرب استقال وخربط أوضاع المنتخب، وصاحب التغريدة بهاشتاك المنتخب العراقي. ننتقل إلى علاء قيس على منصة فيسبوك. علاء قيس يقول: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يوميا جايبين واحد جديد ولازم ننتظره حتى يتأقلم مع المنتخب وبالنهاية طلعوه. إذن ننتقل من علاء قيس إلى ياسر سامي على تويتر. ياسر سامي غرد وقال: إن شاء الله يكون زين ويجيب لنا نتائج إيجابية، الله ويجيب لنا نتائج إيجابية بعد ما خطى الخطوة الجيدة في إبعاد بعض اللاعبين. إذن ياسر يعتبر إبعاد بعض اللاعبين هي خطوة إيجابية وجيدة للفوز أو للتأهل على الأقل للمنتخب العراقي الوطني. راح أنتقل إلى محمد حتى تكملون حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي تخص عالم الرياضة. إليك محمد. شكرا لك ريم على هذه الباقة المنوعة، وننتظر المزيد منك خلال الحلقات المقبلة. إلى المنتخب الوطني العراقي سادتي الأحبة، اللي باشر أولى وحداته التدريبية في الدوحة استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب، إذ أدى الفريق العراقي أولى وحداته التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد بيتروفيتش على ملعب السيلية في قطر، وانخرط في الموفقية والنجاح للمنتخب الوطني العراقي. أكيد راح نكون معاكم يوميا في كل مستجدات الإعداد. بيتروفيتش في أول تصريح لوسائل الإعلام العراقية تحدث وقال بالحرف الواحد: أسعى إلى بناء منتخب جل من اللاعبين الشباب، الأجواء الآن الجميلة المصاحبة لكأس العرب تأهلنا للعمل، وبالتالي أنا تواجدت في الدوري العراقي وشاهدت الكثير من اللاعبين الشباب. تعالوا لنتابع ما تحدث به بيتروفيتش في أول تصريح له وهو يقود أول وحدة تدريبية للعراق. بالمناسبة بيتروفيتش تحدث في كلامه وقال: أنا أول مرة أشرف على تدريب منتخب في حياتي. نتابع.
أنا للمرة الأولى أعمل مدربا رئيسيا للمنتخب وأمتلك المعلومات الكافية عن لاعبي المنتخب العراقي وأحاول تقديم إمكانية جيدة وهنالك لاعبين شباب أسعى لضمهم حتى يصبح الفريق بحالة جيدة. حضرت مباريات الدوري وأمتلك معلومات. أنا مرتاح جدا كوننا في قطر نستطيع العمل، كون الجو رائع هنا جدا، باستطاعتنا تقديم شيء جيد. جاهزين للمباراة القادمة وسنراقب أداء اللاعبين مع المساعد رحيم حميد ونحاول اختيار بعض اللاعبين على ضوء إمكانياتهم. إذا هذا ما تحدث به بيتروفيتش اللي نتمنى له النجاح والموفقية، وللأسف منتخبنا صار حقل تجارب، يومية مدرب يومية هزي تمر يا نخلة، وما أعرف وين الاستقرار وش وقت راح نجني ثمار المدرب. المهم راح يكون حديثنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن قضية مشاركة المنتخب الوطني العراقي لبطولة كأس العرب، وأيضا أذهب إلى ضيفي الكريم المتواجد في بغداد. طيب نذهب إلى تصريح أيمن حسين وأمجد عطوان اللي تحدثوا عن مشاركة العراق وعن جاهزية اللاعبين لهذه المشاركة، نتابع. اللاعبين شفتهم كلهم حماس رايدين يحققون فتشي بهذه البطولة، إن شاء الله أنه دائما ما يخفي على الجميع أنه دائما البداية تكون صعبة، المباراة الأولى راح تكون صعبة لكن إن شاء الله عازم نحقق فتشي. ما تعرف اليوم أول وحلة تدريبية للدخول في بطولة العرب، بطولة العرب مهمة إحنا كمنتخب العراقي وكشعب العراقي، إن شاء الله قادرين على تحقيق نتائج مرضية ترضى الشارع الرياضي إن شاء الله وترضى أنفسنا إحنا إن شاء الله. أكيد طموحنا هو اللقب إن شاء الله، ندخل إن شاء الله البطولة إن شاء الله نحصل على 3 نقاط وإن شاء الله لعب ورا لعب إن شاء الله نفوز لما نصل إن شاء الله لنهاية البطولة إن شاء الله. نجدد أمنياتنا القلبية للفريق العراقي بالظهور بالمستوى الذي يلبي طموحات الجماهير، وأن تكون هذه المباراة رد اعتبار للكرة العراقية لما شاهدناه من نتائج هزيلة وسلبية خلال تصفيات كأس العالم. للحديث عن مشاركة العراق في بطولة كأس العرب يسعدنا أن نحاور واحد من مدربينا الكبار اللي قادوا أندية ومنتخبات وطنية ليضع النقاط على الحروف الجوانب الفنية الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس العرب. ورحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم الكابتن القدير عبد الإله عبد الحميد المتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن مرحبا بك وحمد لله على سلامة وصولك، لأن أدري الزحمة ببغداد فل. فد مرة بحيث يعني جيت على الدراجة على المطار، يعني أحد المشجعين على المطار صفيت السيارة بالكرادة وجابني هذا الشاب. والله أتقدم لك بالشكر الجزيل والله العظيم على روحك الرياضية وعلى يعني سعيك للحضور في البرنامج، انا ممتن كثيرا كابتن عبد الاله. أكيد. ومرحبا بك نورتنا والله العظيم. اكيد انا يعني من محبي الشرقيه والبرنامج الشوط الثالث المبدع، ويعني من حقكم علينا انه نحضر ونوضح لانه يعني راينا قد يكون يعني مفيد للكره ان شاء الله العراقية. مفيد ان شاء الله. كابتن مرحبا بك مره اخرى، نتابع هذا التقرير اللي عدى زيد السراج واللي يتحدث عن مشاركه المنتخب العراقي في كاس العرب. الى زيد. بدأ المنتخب الوطني بكره القدم بعد وصوله الى العاصمه القطريه الدوحه خوضا من بغداد للشوط الثالث. زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لأحاور ضيفي الكريم الكابتن القدير عبد الإله عبد الحميد. كابتن عبد الإله، يا ريت نتحدث عن الفوائد الفنية التي ستخرج بها الكرة العراقية من خلال تواجدنا في كأس العرب، رغم أن نتائجنا لا تؤهلنا على أن نتواجد ونثقل اللاعبين من الناحية الفنية، هل سنستفيد من مشاركتنا هذه؟ طبعا احنا لابد ان نعرج على اهميه المشاركه في اي تجمع عربي. نعم الحقيقه يعني لابد العراق انه اللي صاحب 4 بطولات ودائما منتخب العرب
هو اللي يعني بنى الفكرة مالته، لابد أن نشارك. لكن المشاركة أنا برأيي كان المفروض أنه تكون يعني بالمنتخب الأوروبي، تحقق فوائد أكثر. إحنا الفوائد الفنية اللي مرجوة من مشاركة منتخبنا الوطني يعني هي منصبة أولا على أنه تكون محطة استعدادية للأهم اللي هي تصفيات كأس العالم. نعم. فلذا يعني يعني كل التفكير مفروض يكون على ثبات تشكيلة قادرة أنه تواصل مشوار بكأس العالم وتحقق نتائج مرضية ومقنعة للشارع الرياضي اللي بدأ يغلي ويتمنى أنه المنتخب يعني تتبدل صورته بعد النتائج المخيبة. نعم. يعني الفوائد الفنية هي مفترق طرق الحقيقة، لا سمح الله لا كانت النتائج يعني غير جيدة، أنا أعتقد أنه من الناحية المعنوية والذهنية راح تأثر على مشاركتنا في التصفيات. نستمع إلى وجهة نظرك الفنية الكبيرة، أكيد لم تأتي من فراغ بل تأتي من سيرة مفعمة بالإنجازات وبرحلة طويلة خدمت الكرة العراقية كثيرا. بتروفيتش المدرب المغمور، المدرب اللي يقر ويعترف أمام الجماهير ويقول لك أنا أول مرة أصير مدرب أول لمنتخب بحجم العراق، وبالتالي هو الآن يستدعي عدد من اللاعبين الشباب لهكذا بطولة، ومثل ما حضرتك تفضلت بطولة بحجم كبير بيها عرب شمال أفريقيا وبيها عرب آسيا وعرب غرب آسيا، لذلك المباريات ستكون صعبة جدا. استدعاء اللاعبين الشباب هل هي ضرورة حتمية الآن لبتروفيتش اللي يسعى لبناء مثل ما قال فريق شاب يخدمنا بالتصفيات المقبلة، لا سيما وأن مباراتنا أمام إيران بداية العام الجديد؟ طبعا بداية نقول أنه المدرب بتروفيتش اللي يعني حاليا يقود هي يعني عملية واقعية، أتصور أنه في يعني فترة هروب أدفوكات يعني جعلتنا بإحراج يعني 7 أيام، الاتحاد ما يقدر يعني إحنا مو ندافع عنهم، ولكن ما يقدر إنه يتعاقد مع مدرب حتى لو كان مدرب محلي، فيعني تواجده هو يعني شيء معقول، ولكن يعني اختياراته ما لازم تكون هي لأجل التجارب ويعني ضربة حظ إنه اللاعبين الشبان قد يكون ينجحون ما ينجحون. احنا مشاركتنا بشكل ما قلت انه هي لازم تفكيرنا يكون هو لاجل الاستعداد للمباراة الاربعة في كأس العالم. نعم. لا زال الامل باقي، احنا يعني مو وقت التجريب، احنا مو وقت، لا كان الوقت للتجريب كان الاجدى انه منتخب الاوروبي هو يشارك يعني تفيده ويجرب ونشوف لاعبين جدد، وايضا هو استعداد للمنتخب الاوروبي، ولكن هذا منتخب وطني. نعم. والفترة راح تكون يعني فاصلة بعد كأس العرب على يعني رحنا للمراحل المتقدمة، وهذا يعني أشوفه في الشيء يعني أشوفه إنجاز وصعب، ولكن صعب يعني الفترة هاي ما راح نقدر نصلح الأمور وبعدين نرجع على اللاعبين، وهذا العدم الاستقرار هو اللي أثر. نعم. العفو، يعني الأجواء مهيئة من وجهة نظرك إلى إننا ما زال الأمل قائم يعني في ظل المستوى الرديء اللي شفناه وتخبط. نعم. بالتشكيلة واللاعبين. نعم. على ماذا تراهن كابتن؟ صحيح أراهن على أنه يعني يكون حل فني، لأنه يعني الـ 12 نقطة الموجودة هي يعني متاحة، خاصة ويا الفرق العربية، احنا نقول 3 فرق عربية اللي هي سوريا ولبنان والإمارات عندنا. نعم. الإمارات عندنا، إيران يعني يجوز نجيب نقطة معاهم، فيبقى الأمل هو يعني أمل على المركز الثالث موجود، لأن فرق لبنان مع احترامات لها والإمارات وسوريا إحنا يعني لا ما نقول أفضل ما عندهم فإحنا مستواهم، فعلى الورق موجود، ولكن في ظل التخبط وعدم استقرار وغياب أدفوقات المفاجئ اللي يعني أصدمنا الحقيقة يعني مدرب احنا جايبيه على هالمستوى وعلى هالاسم وعلى هالمصروفات يعوف الفريق بهذا الوقت، يعني اتصور انه يعني هذا معيب عليه، يعني يمكن الشارع بهولندا ما يقبل عليه انه يعني يهرب من هذه المواجهات. هذا نتاج للفوضويه استاذ عبد الله، ليش تستغرب نتائج للفوضويه؟ أكيد بالمناسبه، هو يعني بالمناسبه معلومه خليها ما منظر حضرتك،
هاي نتيجة التنازلات نعم. والخنوع والخضوع اللي قدمت التطبيعية برئاسة وزير الشباب عند توقيع العقد. العقد ما توقع ببغداد، العقد كل بنوده لصالح أدفوكات، توقع بمقر السفارة العراقية بإسبانيا، قال لهم ما أجي للعراق، ما أقود، ما ألعب، ما أحضر، ومع كل هذا وافقوا. لذلك استغل هذا الموضوع لصالحه، وقابض هو اعتقد يعني ما اعرف 70-80% من قيمه عقده، وماخذ 4-5 رواتب، وقال لهم في مال لا. يعني هاي معناتها انه احنا المفروض فلوسنا اللي راحت الان هواء في شبك، المفروض اكو ناس يعني على قولة المثل ترى الحقوق يراد لها حلوق، بس وين الحلوق؟ نعم. بالنسبه للادفوكات يعني اتصور انه التعاقد مع بهذا الشرط يعني ما اتصور انه مخزي. شخص فني يقبل انه مدرب بالمراسله يعني ما صاير بكل العالم، ولا صاير عندنا، ولا صاير بكل يجي الدول. قبل اللعبه بيومين يعني كابتن. لو كان اكو نعم لو كان اكو شخص فني مع المتعاقدين ما اتصور انه يقبلها. يعني مدرب هو بهولندا ويجي قبل اللعبه بثلاث ايام يوم مال سفر، ما يلحق انه تمرين واحد، ويعتمد على المراسله، ويعتمد على يعني همزين هذا المساعد بتروفيش عندكم تشوفه يعني نعم. اشوفه مبارسين ثلاثه اشوفه انه متواجد، ولكن يبدو عليه انه يعني يبدو عليه هو ستايل مساعد يعني حتى انه فعلاً. يعني فعلا كان يسال من هو المفضل عندكم، من هو يعني كان يوجه سؤال للجميع، وبالخصان يعني اقترحت له كم اسم. يعني شخصية المدرب هي غير شخصية المساعد. صحيح صحيح. احنا نقول انه يعني الواقع اجبر الاتحاد، احنا خلينا نكون منصفين، انا احكي يعني دائما بالحق. تبديل يعني هذا هروب أدفوكات كان متوقع، لانه هو قبل لعبة كوريا صرح قال انه انا لا استقيل، ما اريد حقوقي، يعني بين علي هاي. صحيح. كان يفترض انه يروح على الاقل مدرب محلي مرادف له. هو سؤالي هنا كوريا. سؤالي هنا استاذ ابو زيد. نعم. سؤالي ليش الاتحاد نعم. الحالي برئاسه راعي الاصلاح ماخذ موقف من المدرب المحلي، رغم انه كل الظروف الان مواتيه الى ان يمشي الامور المدرب المحلي اللي نوجه له التحيه، كلهم كفاءات ومدربين، على الرغم من انه تصريح الاخ العزيز غانم عربي وجل التحيه يقول كل المدربين المحليين اخذوا فرصتهم وما حققوا شيء، لكن اكو ظروف اميرجنس. يعني انا ليش انطي كذا الف دولار لمدرب هو ستايله مساعد، وما انطي مبلغ بسيط لمدرب عراقي يمشي لي الامور لحين ما اتعاقد مع مدرب يلبي طموحاتي؟ يعني ما اعرف ليش عدم الثقه بين هذا الاتحاد والمدرب المحلي. هو الحقيقة يعني كنا احنا نطمح انه يكون يعني فكر جديد، فكر اوروبي، فكر عالمي يقود المنتخب. نعم. ولكن بهذه الشروط وبهذا يعني بهذا الاسم اللي هو يعني كان عاطل فترة طويلة، ما صور انه كانوا موافقين باختياره. نعم. احنا نقول انه يعني ايضا كابتن رحيم هو ايضا يعني هو يعني بقى فترة طويلة هو كمساعد، فكان ممكن انه يكون احد المدربين، عندنا مدربين جيدين يعني يكون مرافق او مرادف لأدفوكات، لانه أدفوكاتك احتمال يعني بين الشوطين كان تركهم مو بعد المباراه فعلا، لانه هو بكيفه هو صرح قبل المباراه، حكى ولوح، وهذا اثر معنويا على اللاعبين. يعني اللاعبين ايضا ترى اذكياء ويعرفون، وقت اللي المدرب يقول أنا أحس استقيل أو في نيتي استقيل وما أريد الفلوس، معناته أنه ما عنده ثقة بيهم. وقت اللي أيضا هو نطى بيهم ونطى مستوياتهم ويقول تفاجأت، وقضايا أخرى حشة نعم. يعني ما أريد نطرق لها، يعني كلها أثرت أنا يعني من وجهة نظري على الناحية الذهنية والمعنوية للاعبين. وإحنا أيضا يعني كجمهور خلينا نقول يعني من كنا نسمع هاي التصريحات أمام كوريا اللي احنا تعادلنا وياهم في سيول، يعني تفاجئنا انه احنا مباراه عندنا يعني بارضنا المفترضه بالدوحه، ما لازم كان يكون يصرح بهذا الشكل. فمن تصريحه انا برايي كان يكون يعني احد مدربينا المحليين او حتى مدربين اثنين يروحون ك
يعني رديف له. صحيح. متهيئين انه مثل ما صار بال94 كابتن ابو زيد، يعني اذكرك بال94 بالضبط، يعني من الراحل عمو بابا بعثوا وياه اكرم سلمان ويحيى علوان وقالوا له روحوا مشوا الامور بعد اخفاقه صاحبنا اللي ويا كوريا خسرنا ثلاثه وانقلبت علينا وراح علينا كاس العالم من وراء هاي المباراه القشره. احنا بكل نعم تعاقد تفضل. كل تعاقد يعني قلق يفترض انه نهيئ البدائل يعني بسرعه بشكل ما كان اكونيه انه كان يعني يغيروه، كان المفروض انه استاذ ابو زيد هاي القرارات تتخذ كلها ترى دون الرجوع لكم انتم الخبراء اهل الشان الاعلام الجمهور، ترى قرارات ارتجاليه كلها بالتليفون وانيه وتعبر عن وجهه نظر شخصيه، يعني هو كل العالم الان وقفت قالت للرئيس الاتحاد قالوا له يا بدي هذا كاتانيج غلط يطلع ليش هو سمع كلام، وبالتالي هاي شوف التزمت والديكتاتوريه في القرار وين وصلتنا استاذ ابو زيد؟ احنا الحقيقه يعني عندنا كفاءات تدريبيه خبيره. نعم. الكابتن انوار والكابتن اكرم يعني إيه انوار الان مستشار العدنان عيني استاذ ابو زيد، الان انوار جسام مستشار العدنان. ما اعرف انا لا مستشار براتب مستشار ما اعرف والله ما اعرف مستشار ويروح ياب الطياره ويحضر للبصره بس المستشار شنو ايش قدم شنو مشورته ما ادري هاي معلومه اعطيك اياها واني واثق منها يعني احنا مبارك له انه الكابتن انوار يعني مدرب قدير أكيد وكبير اكيد ولكن يعني هاي ليش ما تنحكي بالاعلام يعني ما تنحكي لانه هاي صارت مسؤولية في ليله ما احنا دائما نفرح يعني حتى الجمهور انه يفرح انه اكو استشاره فنيه فيعني ما بيها اي ضير كابتن عبد الله يعني كابتن عبد الله يعني الان نعم. الان في الدقائق الاخيره المتبقيه يعني ما هي رؤيتك الان لواقع المنتخب في كأس العرب ومن بعدها المباراة أمام إيران يوم 26 يا ريت يعني توجز لي بوجهة نظرك الفنية والله العالم. يعني احنا التمنيات واحد والتوقعات واحد يعني والرؤية الفنية واحد احنا نتمنى انه منتخبنا يفرح هالشعب المسكين هالجماهير العاشقة نتمنى انه يحقق نتائج وان شاء الله يوصل المباراة النهائية ويجيب الكأس نتمنى ولكن التوقع غير يعني التوقع على يعني نشوفه على ضوء يعني الصوره الموجوده به المنتخب الوطني حاليا محبط نتيجه الخساره مع الثقيله مع كوريا والاداء مع سوريا يعني الصوره انه حتى اللاعبين يحتاجونهم الى ضخ معنويه و تبقى الامور الفنيه هي راح تكون بعهدة مساعد مدرب ما اعتقد انه يعني هذا مساعد المدرب يقدر انه يعني يكون توليفه تقدر تقارع هاي الفرق الكبيره فرق احنا نفسهم بكاس العرب من كان يشاركون كان نعم. يخسرون خسارات ثقيله ولكن الان تغير لانه نعم. سياسه الاتحاد العماني انا يعني كنت بعمان اشتغل ونسمع بقطر ورحت بيها دوره والبحرين يعني سياستهم هم رغم الامكانيات خلينا نقول القدرات البشريه نعم. قليله بس بدوا يعني يتفوقون علينا وبدوا يكون اسمهم كبير احنا عندنا الكثير من اللاعبين سواء كان داخل البلد او ابنائنا واخواتنا نعم كابتن واولادنا اللي هم خارج البلد نعم. هذول يعني المفروض انه يعني قبل فتره يعني الاختيار يكون اختيار صعب من قبل نعم كابتن التصين نعم كابتن وما تبقى هي ما تبقى على اسم مساعد ولا على ادفوكات اللي هو يشوفه مرات بالتلفزيون ما يشوفه احنا ما نعرف نعم هذا يعني هاي الطاقات يعني راحت الحقيقه وان شاء الله ما نعم. تروح كابتن وضحت الصوره يعني حتى اتواجد مرات بالدرجه الاولى وضحت الصوره كابتن بالدرجه الاولى بالدرجه الثانيه اشوف يعني قدرات كبيره لاعبين نعم. كبار نعم. ايضا اللي هم بالخارج
نسمع عنهم ونشوفهم. كابتن يعني أنا أشكرك جزيل الشكر، أشكرك جزيل الشكر، الوقت داهمنا. نعم شكرا نعم لما تفضلت به من نقاط مهمة جدا تتحدث عن الواقع الحالي. أكيد إحنا نتمنى الخير والموفقية للمنتخب، وأكيد نتمنى الموفقية لبيتروفيتش بما أنه تم تسميته مدرب للمنتخب، لذلك علينا أن نقف معه. لكن أكيد يعني وجهة نظر الكابتن عبد الإله محترمة جدا، يقول لك الرجل مساعد لا يمكن أن يكون مدرب. عموما نترك القرار لاتحاد الكرة بما أنه هو المعني، وإن شاء الله إحنا نريد الخير والسلامة. سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم، وأتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم الكابتن عبد الإله عبد الحميد اللي كان ضيفنا من بغداد، ولكم على طيب المتابعة، وأنقل لكم تحيات جميع زملائي من رافقني في هذه الحلقة في استوديو البث في الكنترول، وأيضا مخرج البرنامج قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، لا يوم غد أقول لكم في أمان الله.